طبعا جينا الاسبوعين اللي فاتوا لاستاد ياسين الابيض وعهدنا بان احنا نجوا يوم 9 اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم بان احنا نلقوا ثلاث مقترحات اللي هم القيمه وابن الصرف وامتى. اليوم طبعا اعطانا بعرض الحائط، لا طلعنا ولا معبرنا ولا حاسبنا. اول شيء احنا جايين ناخذ حقنا، ماناش جايين راهو لنشحطوا ولا جايين ان احنا نتساولوا. مره يحولونا لشؤون اجتماعيه، شؤون اجتماعيه تعطي في المساعدات واحنا ماناش بحاجه لمساعدات ورزقنا عنده. احنا اليوم 11 سنه، ما هو سنه ولا اثنين، 11 سنه بالضبط، 11 سنه وما يمشوا فينا. غدوه الاسبوع الجاي رئاسة الوزراء الصندوق مش كل كلام فاضي، ولا معبريننا ولا حاسبيننا بني ادمين. فلوس لماشيين خارج ليبيا او كان يوم زلزال ليبيا تعوض في 5 مليار، تونس معوضينها ب 5 مليار، وليبي والمواطن الليبي مش حاسبين. شوفوا النساء، شوفوا الشيابين، شوفوا الامن اللي عايشين فيه، مبينين ازدواجيه، مبينين رقم مالي كل شيء تخدم في اي جهه في الدوله يقول لك عندك ازدواجيه. علاش هيك علاش؟ يا انا ليبييرا ليبييرا وين تبي توصلها؟ وصلها ليبييرا. علاش انا نطالبوا في حقنا؟ احنا مالناش مش حقنا. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. يا ياسين الابيض اطلع للناس، ادعي للناس، عهدتنا انت يوم الخميس انك انت نجوع، ادعي لنا شنو مطالبنا وجيناك لحد هنا. انزل وادعي لنا، رانا عندنا فلوس عندكم، عندنا حق، رانا في بلدنا، رانا جاي نجوك من نهايه الدنيا. ارجوك رجاء خاص انزل، انزل واتكلم معانا. والله شيخ رسم الساج على المخندق صح.